السلام عليكم. الأخ حسن بن طرشاف من التشكيلي من مدينة بركان. أنا جد سعيد بالتواجد ديالي هنا في مدينة بركان وفي هذا المعرض الثاني اللي نظمته جمعية السكان وتجار تحتها. والتكريم ديالي اليوم بصراحة ما كنتش ننتظره، وزعما ما لقيتش الكلمات باش نعبر على يعني الفرحه ديالي، و ما لحد الان ما لقيتش الكلمات. جايف با تروفي دي مو بور ميكسبريمي اي جو رميرسي تو لو موند فريمون تو لو موند تو لي ارتيست تو لي زابيتون دو بركان تو لي جون كي اريف دو نول بار بور فوار ان بو ليكسبوزيسيون اي تو سا. Et franchement, bravo et merci beaucoup et mille merci. Et on t'a dit que nous avons 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 dit والثقافة بصفة عامة، لأن صراحة عندنا يعني مثلا في الرياضة عندنا نهضة بركان اللي معروفة على الصعيد الإفريقي، وعندنا مثلا أبطال عالميين الدروج إتو، ولكن في كل ما هو ثقافي عندنا بعض الشعراء بعض الكتاب، ولكن ما كانش مساعدات من السلطات المحلية ولا وزارة الثقافة وزارة المالية مثلا يعني تدعمهم باش يكونوا في الأفق يبانوا على الساحة الدولية مثلا. ونفس الشيء بالنسبة للفن التشكيلي، خصو يعني واحد الميزانية نورمالمون باش يدعموا الفنانين التشكيليين، لأن ما عندهمش مام الالوان، ما عندهمش دو ماتيريال بور اكزيرسي سو ميتي لا. سي ان ميتي كي ميريت بوكو دانتونسيون دو لا بار دو تو الموند. السلام عليكم. عبد ربي هشام مدني، رئيس جمعيه سكان وتجار تحتها، اللي بادرت باش تنظم هذا المعرض ديال الفن التشكيلي اللي حضروا فيه واحد المجموعه ديال الفنانين التشكيليين زعما اللي في المستوى. ولهذا احنا دابا كنتواجدوا في ساحه المسيره الخضراء اللي كيتواجد فيها المعرض، وكيتواجدوا فيها واحد المجموعه ديال الاخوان والفنانين التشكيليين. وهل الامسيه هذه شهدت واحد التكريم واحد الفنان زعما صراحه اللي في المستوى، فنان تشكيلي اللي كيتواجد في الديار الفرنسيه. الاسم ديالو هو راه معروف زعما صراحه، الاسم ديالو هو بن طرشا حسن، اللي تم التكريم ديالو من طرف واحد المجموعه ديال الفنانين التشكيليين. ولهذا نتمناو زعما هذا المعرض ياخذ واحد المنحه اخر. نتمناو الناس تجي تازرنا، تجي تشوف هذا المعرض وتشوف الفنانه التشكيليين اللي راهم كيتواجدوا هنايا صباحا مساء، ويشوفوا اللمسات ديالهم زعما صراحه، اللمسات اللي في المستوى، باش حتى الفنان التشكيلي وكذا يحس بالله زعما صراحه بالله راه في المستوى. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. المساوي محمد، فنان تشكيلي عصامي. انا جد سعيد بالتواجد ديالي بساحه المسيره الخضراء اللي شهدت معرض ثاني الفن التشكيلي، جمع مجموعه من الفنانين التشكيليين، وهذا يعني كما نقولوا شيء صعيب باش يتحقق. ارتأت الجمعيه السكان وتجار تحتها انها تشرف على هذا المعرض، كما نقولوا تحط له جميع الامكانيات باش ينجح، وينجح ان شاء الله كما نقولوا بالتآزر تاع الفنانات التشكيليين. المعرض الثاني الفني التشكيلي الابداعي اللي شهدته ساحة المسيرة الخضراء. مؤخرا عرف تكريم احد الفنانين التشكيليين يعني كما نقولوا الاكاديميين، حسن بن طرشاف، فنان تشكيلي ذات مستوى يعني عالي، كان له الفضل يعني معنوي ومادي في انجاح المعرض، وكان له الفضل في اطفاء لمسات فنيه يعني جميله في هذا المعرض، المعرض الذي شاهدته ساحة مسيرة خضراء. السلام عليكم. أمين حباني، فاعل جمعوي من ديار المهجر بالخصوص في فرنسا، مؤسس ومجموعة ديال الجمعيات اللي تأسست على في إطار التضامني أو الاجتماعي.
جينا اليوم هذا النهار ما جاش اعتباطي، جا تكريم احد الاساتذه المرموقين في الفن بخصوص الفن التشكيلي. اليوم جينا باش اننا نكرموه لانه وجه يشرف المدينه، رجل اكاديمي، رجل اعطى الشيء الكثير لمدينه بركان. الصور ديالو تقدر توجدها في مجموعه ديال المتاحف، لماذا لا؟ هذا لماذا لا توجد في مجموعه من المتاحف؟ هنا اللي كنقولوا انه التفاته تاع السلطات المنتخبه والسلطات انهم يوقفوا مع هاد الشباب طموحين، الرسامه اللي عطوا الشيء الكثير كذلك باش يكون واحد المعرض دائم ان شاء الله. شكرا.